ما تقوليليش كده. ازيك يا نانسي؟ عامل ايه؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ هقدر الكليشمت هو اللي جابني. ايه؟ كنت فاكر انا ما اعرفش ان السجن اللي دخلته؟ لا، كنت فاكر هتترحى من عامر؟ لا، حبل المشنقة مش هيتلف حوالين رقبتي يا نانسي قبل ما احش رقبتي. هتترحى مني في ايه؟ هتعرفي. مش هتترحى مني حاجة. بس مش عايز اسمع صوتك. انا هروح اسرق. تعالوا ليه يا نانسي؟ اقف هنا. انت مين انت؟ لا، انا هتبعك. انت هنا عملت ايه؟ كأنكم مشفتوش حاجة، كأن مفيش حاجة حصلت. أنا هسلم نفسي. أنت بتقولي إيه مجنونة أنت؟ تسلمي نفسك في مين؟ عشان كلب؟ اسمعي، أنت هتعملي كل اللي هقوله بالملي. هتسافري البلد، مفيش حد هيلاحظ عليكي أي حاجة. أنت سامعة ولا لأ؟ أنت مش هتدخلي السجن عشان ده. استر يا رب. نفسك يا رب. مسكي. مسكوا. تلفوه. ساعدوني. طيب. بوليس. بوليس. ولا كلمة. ما تقلقيش. أنا مشيته. مهم دلوقتي مريم وأنت يا منيرة تنظفوا مكان الرمة ده. وإحنا هنشيله ونحطه في شنطة العربية. شيله معايا. شيله. شيله. في أي داهية. لفوا بنات، اركبوا بسرعة، اركبوا بسرعة.